السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من لعبة توب وور باتل جيم. لازلنا مستمرين معكم بحدث عودة ترانسفورمرز اللي هو عهد الرعب. اليوم في عنا بطلين من ترانسفورمرز أضافوهم. طبعا أنا بعتذر إنه ما نشرت الفيديو، يعني البطلين أضافوهم يعني من شغلة يومين، انا انشغلت وما نشرت الفيديو بهذاك الوقت، بعتذر. البطلين اللي هن ستار سكريم والبطل ميجاترون. خلونا نشوف شو هي مهاراتهم وكيف تحصيلهم. مثل ما تلاحظوا فتح عنا البطل ستار سكريم والبطل ميجاترون. طبعا البطل ستار سكريم مو مثل السابق لما اعطونا بامبل بي انه الرقية على الاس ار، من الاس ار مثلا من البنفسجي على البرتقالي، لا فورا اعطونا ستار سكرايم اس اس ار، يعني بطل نخبه، يعني ما اعطونا انه مثلا نعمل مهمات لحتى الرقي على مستوى الاس اس ار. هذا هو البطل ستار سكرايم، مثل ما تشوفوا هو بطل مختص بالقوات الجويه. بعد قيام قواتك الهجوم هجوما عاديا، هناك فرصه اطلاق 4 صواريخ على اهداف عشوائيه لدى العدو، تلحق الضرر بنسبه 27%. بعد قيام هذه القذائف باحداث الضرر، يمكن أن تصبح قوات العدو التي تم مهاجمتها من قبل هذه الصواريخ مضعفة. أي تضرر بسرعة أكبر ب 15.3% لمدة جولة واحدة. عندما تقوم القوات الجوية باستخدام هذه المهارة فإنها ستطلق صاروخ إضافية. مثل ما تلاحظوا يعني مهارته كثير كويسة. أنا بظن إنه مهارته تشبه لمهارة البطل كاتيوشي أم شلون، يعني للقوات الجوية. راح نختبر ونشوف اذا مثلا هو بطل جوكر او بطل مختص يعني اكسكلوسيف للقوات الجويه، راح نجربه. طبعا هاي للنجمه واحده، هاي المهارات، هاي الميزات. اذا رقيتوا على 5 نجوم راح تحصل على 4 صواريخ، فرصه اطلاق 4 صواريخ على اهداف عشوائيه لدى العدو، تلحق الضرر بنسبه 39%. خلوه 40% ياو. بعد قيام هذه القذائف باحداث ضرر، يمكن ان تصبح قوات العدو التي تم مهاجمتها من قبل هذه الصواريخ مضاعفة. أي تضرر بسرعة أكبر 25.0%. جولة واحدة، عندما تقوم القوات الجوية باستخدام هذه المهارة فإنها ستطلق صاروخا إضافيا. يعني ما عدا هاي المهارة في عندك كمان راح تطلق صاروخ إضافي ما عدا ال4 صواريخ اللي أطلقتها أول مرة. تمام، هلا نروح نجربه، بس خلونا بالأول نرقيه نوصل للليفل 40. نحط البطل ستار سكريم، نشوف نجربه لحاله ونشوف يعني نشوف شو هي مهارته، نشوف شو هي مهارته علشان البطل هذاك. مثل ما تلاحظوا هاي هي مهارته. فعلا يعطي مرة كثير كويس. ما عندي طيارة نفسها. هاي مهارته الثانية. هي مهارة، لا مهارة يعني بطلة كاتيوشا، أما مهارة كثير كويسة بالنسبة للبطل الجوي، يعني كلك أكثر من هيك، يعني أعطيك بطل اس اس ار جوي وهذه الميزات إن شاء الله يعني تشرف عليه هذا الحدث مع الترقيم للليفل ماكس، مثل ما رقينا بطل باندل بي بالحدث السابق. حط التخطي أعطاني 883 مليون، كويس ممتاز. نروح نشوف كيف راح نحصل البطل ميجاترون. طبعا البطل ميجاترون مخصص للقوات البرية، عندك هون عن طريق الشحن تقدر تحصله، وكمان عن صندوق الحظ. احسن شيء هو صندوق الحظ. انا دائما اقول لكم يعني على الاقل خبوا لكم، على الاقل يعني خلوا عندكم على الاقل عفوا 5000 الماسة، لانه راح تجي احداث فيها ابطال، يعني بدل ما تشحنوا راح تقدروا تحصلوا على الابطال عن طريق الالماس. هون عندك سحب مرة واحدة 35، وهون عندك سحب 10 مرات 330، وهاي تفاصيل الجوائز. طبعا اجمع نقاط السحب واحصل على الجوائز، يعني اذا وصلت ل 300 هذا الخط، اذا وصلت ل 300 راح احصل على هاي الجوائز. تمام، نجرب حظنا، نقول بسم الله ونسحب 10 مرات. حلو، اجتني 3 شظايا، حلو كويس ممتاز. لا اليوم حظي كويس،
لا اجتني شظية واحدة. حلو، انا بس بدي احصل لانه انا ما بدي اخسر الالماس. تمام، ان شاء الله نكون حصلناه. نروح نشوف اذا حصلناه ولا لا، نفوت على قسم الابطال. حلو، حصلنا البطل ميجاترون. طبعا هذا البطل مخصص للقوات البرية، وراح نختبره ونشوف اذا انه جوكر ولا لا. راح نشوف يعني. هاي مهارته، زيادة هجوم كل القوات بنسبة 39.6% بعد إطلاق أول صفين هجوم عادي. هناك فرصة لإطلاق صاروخ إضافي يسبب ضرر بنسبة 131%، ويزيد الضرر على القوات المضعفة بنسبة 217% في حال كانت القوات المطلقة لهذه الصواريخ برية. فإنها ها معناته البطل هذا جوكر. عم بيقول لك هون، كاتب لك في حال كانت القوات المطلقة لهذه الصواريخ برية فإنها تستهدف الهجوم على القوات المضعفة أولا. طبعا إذا هو جوكر، أما إذا استخدمته مع القوات البرية راح يعطيك ميزة كثير حلوة، اللي هي تستهدف الهجوم على القوات المضعفة أولا. هاي الميزة كثير حلوة، مع إنه البطل هذا جوكر، يعني تقدر تستخدمه مع القوات البرية ومع الجوية عادي ومع البحرية، يعني عادي مو مشكلة. نجر الرقين وصل لليفل 40، راح اختبره كامل واشوف اذا يستاهل. والله حسب ما لاحظ مهاراته كثير كثير كويسه. طبعا هاي المهاره مهارات النجمه، نجمه واحده، بينما اذا رقيته على 5 نجوم راح يعطيك مهارات اكثر، يعني عفوا راح يعطيك قوه اكثر بالمهارات. راح نروح نجربه كمان بالمنطقه الرمليه، نجربه هو البطل ستار سكريم. حط تحدي بهذا الشكل، خلي على القوات الجوية نشوف يعني إذا يمشي حاله مع القوات الجوية. هل هو جوكر؟ نتأكد منه، نتأكد منه بالمية 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 إذا إنه جوكر. خلي نختار القوات الجوية علشان البطل، أو نختار القوات البحرية علشان نتأكد إنه البطلين جوكر أم لا. نبلش المعركة. فعلا البطلين جوكر شباب، البطلين جوكر. إذا كنت بري ولا جوي ولا بحري، كانت القوات اللي تستخدمها برية ولا جوية ولا بحرية، أنصحك إنه تحاول تستخدمها. طبعا ستار سكريم حصلناه لأنه نقدر نحصله عن طريق الحدث. أما البطل ميجاترون نحصله عن طريق صندوق الحظ أو عن طريق فعلا مهارات كثير كويسة وأبطال كثير كويسين. طبعا مهارة البطل ميجا ترون تكون أحسن لما يكون مع القوات الجوية. هو جوكر يشتغل مع كل القوات، أما إذا استخدمته مع القوات الجوية راح يعطيك مهارة كثير كويسة، يعني يخليك تهجم على القوات اللي بعيدة. حطي حطي بالنهاية يا إخواني، أنا حسب ما لاحظت البطلين يستاهلون انه تحصلهم وانه ترقيهم وتهتم بترقايتهم. اذا كنت بري مثلا او جوي، فعلا البطلين كثير ممتازين. بنصح بشدة انه تهتموا بالبطلين هذول وتحصلهم بهذا الحدث. بالنهاية لا تنسوا تشاركونا رايكم بالتعليقات بهذول الابطال، ولا تنسوا توصلنا هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات. واذا انك معك مشترك، اشترك معنا وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد بخصوص لعبة توب 4 باتل جيم. وبالنهاية بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسل من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.